رح يظهر تأثير السم يا سهر ولا لا؟ ما رح يبقى للصباح. ما أخذنا تسجيلات الكاميرات، شو رح نعمل بهي القصة؟ أنا فكرتكن أخذتوها، شو هالشغل هاد؟ إذا حدا عرف إنه دخلنا لهنيك أو إلنا علاقة، رح نقضي بقية عمرنا بالسجن مثل الصراصير. بس ليش لناخدهم؟ نحن أصلاً كنا هنيك مشان إذا صار شي، والحمد لله مشيت الأمور. الرئيس، حاسك مو على بعضك. اللي بدي أحكي لكم إياه إذا حدا بيعرف فيه بتكون نهايتنا. أنا ما قتلت نوزت، اتفقت معه. شلون يعني ما قتلته؟ كيف اتفقت معه؟ ولك انتظروا شوي لنفهم شو القصة. قلت له رح نتظاهر إني قتلتك وبتتخبى برات البلد، وأنا بفترة غيابه بدي أقتل كل اللي كانوا على الطاولة. اتفقت مع الدولة؟ إذا بكرة طلعت جنازة نوزت من المشفى اللي كان فيه تزبط. بس أنت قلت إنك بدك تقتل الكل. ما فينا نقتل الكل يا وهبي، بس بهي الفترة بدي حاول إني أقنع الكل بزعامتي. بس مو الكل. ما رح يقتنعوا كلياتهم أكيد، بس كل واحد بيوقف بوشي بدنا نتخلص منه. طبعا هاي إذا ما عرف أونال إنك ما قتلت نوزات. يعني إذا عرف فما في داعي للحكي، هاي أصلا إذا عرف، لأنه ما رح يضل حدا يحكي له. هلأ أكلنا الحصرة، بطني بلش يوجعني. هي أكلنا يا صوص، أكلنا، بس هذا الشيء مو برغبتنا، كنا مجبورين. معك حق، وإذا هالخطة نجحت وقضينا على أونال أكيد رح يرجع نوزت. بالنهاية ما رح يضل مختفي كل عمره، فالمشكلة الأشخاص الدوليين لا عاد يثقوا فينا ولا يتعاملوا معنا. يعني نحن ما رح ننكشف؟ يا ريت تسألني أسئلة ذكية يا صوص، ماشي؟ وأنا رح خبرك وقت اللي بعرف الجواب. رئيس، شو بدنا نعمل من شان سليم؟ هدول ضايقونا كتير. محمود وقت اللي راح ليحرق الفرن، مع مين راح؟ كان معه واحد اسمه رستو. ايه منيح، لاقي له الكلب وبتجيبه لهون وبتخبرني. تمام رئيس.